الفراغ. ضيوف الكرام، مرحبا بكم جميعا. بالنسبة لي هذا يوم سعيد أن نحتفل بإفريقيا في هذا المكان. تعلمون إلى أي مدى أعتبر أن انتماءنا نحن توانسة إلى إفريقيا هو شيء ضروري وهام، ويجب أن يأخذ المكان الذي نعتبر أنه جدير به. أنا دائما أضحك عندما أسمع التوانسة يقولون أنهم عندما يذهبون إلى السنغال أو إلى بوركينا فاسو أنهم يذهبون إلى إفريقيا. أضحك لأنني أعتبر أن هذا الكلام دليل على عمق جهلهم بأن إفريقيا، الكلمة التي أعطت توسعت لتشمل القارة، إن إفريقيا كلمة أمازيغية تعني الشمال الغربي في تونس، وإلى حد الآن ما زالت هذه الكلمة مستعملة. أضحك لأنني أعتبر أن هذا الكلام دليل على عمق جهلهم